في خبر آخر، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل ختام المرحلة الأولى للبرنامج القومي الأول تصدوا معنا لإعداد مدربي ومواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي بمشاركة 85 متدرب من خريجي دورات الدراسة الاستراتيجية والأمن القومي واللي بتنظمها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية. أكد الوزير أن كل الظواهر الاجتماعية تحتاج لمواجهة من تحرش وفساد وشائعات وتعصب، وأن كل ده الرئيس السيسي اختصره في جملة واحدة وهي تصدوا معنا، المقولة اللي بتكشف دور الشباب في الوقت الحالي والأيام اللي جاية. دلوقتي التحديات بقت قريبة جدا وموجودة وبنشاهدها وبنشوفها وبنشوف أثرها بشكل كبير جدا، وشفنا أثرها بشكل عملي وتطبيقي في 2011، وبعدين الدولة المصرية في الحقيقة قالت لأ، لأن دي مصر وعندنا جيش قوي جدا ربنا يا رب يخليه لنا، وعندنا كمان شرطتنا وعندنا الكيان المصري والشعب المصري والشباب المصري اللي دايما بيقف ويقول لا ده احنا مصر. فاكيد يعني كل هذه الخطوات نتج عنها هذا البرنامج، وهذا البرنامج في الحقيقه يعني جزء مهم جدا بدا بتحدي الشائعات. ويمكن في الوزاره احنا بناخد كده الحاجات اللي فعلا عايزه مواجهه، يعني الشائعه عايزه مواجهه، الفساد عايزه مواجهه، حتى الظواهر الاخرى المجتمعيه اللي هي بتاخد الشق الاجتماعي، التحرش عايز مواجهه، يعني في الشق الاجتماعي، في الشق السياسي، في الشق الاقتصادي، حتى في الرياضه في الفتره الحاليه. يمكن انا شايف اللي موجودين لابسين الباتش او لابسين الاي دي اللي موجود، لان احنا لازم كمان مع الرياضه ودمجها، هي قضاياها مرتبطه بتاثير الشباب، عشان كده التعصب هو برضو عايز مواجهه. لكن ده كله جه يمكن فخامه الرئيس قدر ان هو يختصره في جمله دايما بكررها مع زملائنا في الوزاره، ودايما بكررها بشكل كبير جدا، لانه هو تصدوا معنا.